عندما يكون الماتور في حالة النولود أي في حالة ظروف النولود، فإنه الأوتبوت باور اللي المقيسة بواسطة أجهزة القياس يجب أن تساوي مجمل اللوسز في المحرك نفسه. فإحنا عندنا الكبر لوسز في الروتر راح تكون مهملة، كبر لوسز في الروتر راح تكون مهملة. ليش؟ لأنه الآي 2 راح يكون صغير جدا بسبب أنه اللود ريزيستنس راح تكون عالية اللي هي R2 واحد ناقص S على S، احنا قلنا كلش كبيرة راح تكون، لذلك الآي 2 يكون صغير وبالنتيجة راح تكون الكبر لوسز في الروتر مهملة. الكبر لوسز في الستيتر احنا نعرف نحسبها بالمعادلة اللي هي I1 سكوير R1. على هالأساس يجب أن تكون الانبوت باور مساوية للستيتر كبر لوسز بلس بي كور والفريكشن اون ويندج. إذن هذا يعني أنه في حالة النولود كونديشنز أي ظروف حالة النولود راح تكون الانبوت اللي احنا دنقيسها هي مجموع مجمل اللوسز الموجودة في الماتور. هنا عندنا الروتيشنال لوسز، حيث ان البي روتيشنال لوسز يتمثل الروتيشنال لوسز ان ماتور، وهي الكور والفريكشن اند ويندج لوسز. لذلك يمكن ان نحدد الروتيشنال لوسز للماشين بمعرفة الانبوت باور الى الماتور. مجرد انه احنا نعرف الانبوت باور للماتور راح نقدر نحدد الروتيشنال لوسز، وهو هذا الهدف او الفكره للنولود تيست. الشيء الاخر اللي نحب نذكره ايضا، احنا عندنا معظم الفولتج الدروب اللي راح يصير راح يكون عبره الرياكتنس بارتيشن، يعني على العناصر الاندكتيف للسيركت. لذلك عندما يكون الكرنت مالت الماتور كبير ومتاخر بالفيز، لذلك راح تكون الامبيدنس او الانبوت امبيدنس الكيوفالنت راح تكون على وجه التقريب مثل ما نشوفها بهذه المعادلة، هي الـ V phase على الـ I1، يعني مساوية تقريبا لـ X1 plus XM. X1 نقدر نحسبها بشكل أو بآخر، بمجرد إحنا معرفة قيمة الـ XM نقدر نحسب الـ X1 والنتيجة تطلع لنا اللي هي الكيوفالنت سيركت امبيدنس او الانبوت اكويفالنت انبوت امبيدنس فور اندكشن موتور سيركت.